3, 2, 1. Hola everyone! Hi guys, welcome back to my channel. اليوم في another food vlog. مش لحالي, عن جاي. هاي جاي لون. هاي جاي لبنانية بس بيس بإيطاليا. خبرنا شو حنعمل اليوم جاي. اوكي جايز, اليوم رايحين ندوق ونجرب underrated snacks, يعني snacks بلبنان مش الكل بيعرفون, وكتير محمسين وكتير جعانين. اكيد سبسكرايب سبسكرايب اليوتيوب بقى لما لايك كل يوم على الطريق على الغدا عشاء. يلا خيانة لي. اول سناك هو سناك حمودي. شو اسم المنطقة؟ جربنا. شو اسم المنطقة هون؟ زعل بلاد. سناك حمودي زقل بلاد, معروف بشغلتين, الاسكالوب برجر والكفتة. خيانة جنن. ميرسي. يلا جاي. ميرسي. هيدي البرجر وحده بس تفرجينا اياها. اوكي فيها الاسكالوب. اوكي كثير شكلها بتصير بشهي صراحه. في الاسكالوب الخبز والكورسو. يلا دوقي اول شيء انت. مزورة تكون طيبة بس نفسي. يييي مع توم؟ شو بتقلب عليها توم؟ شو؟ عقل. وبيك توم. هيدا هي نص برجر, يعني بتخيلوها كاملة بتجي الكوانتيتي كتير كبيرة. أنا أكلها كان عنده من قبل, بيجي فيها التشيكن, الكبيس, كول سلو, ثوم وبطاطا. فاز هو الغرام. فاز هو تبعهم غربين. اوكي سو خلصت البرجر جوينت. خبرينا شو طيبة؟ تعقيد. السلات بدها شوي ملح. الفرايز كتير طيبين. رأينا الفاينل طيب. To try البرجر حق 120,000, وإذا جيت لهون بتقدم معها مثل ما شفتوا بطاطا وكول سلو وكبيس وكاتشاب. وأنت شو عم تشوفي؟ كثير كريم صراحة, أنا إيه؟ حبيت كثير والإكسبيرينس بتعقد. يس yes. بس أنا بقول الكول سلو بدها ملح أكثر, هيك كول سلو هيك مزبوط. بس غير هيك كل شيء طيب. لحظة كثير مهمة إنه لقينا صفي بالحمرة. وصلنا على الحمراء وهلا واصلين على سناك وفرن فيصل. يلا عم ببين فيصل؟ ايه اوكي سو يلا معكم. ايه اكيد قلنا هاي. نحن بالحمراء وراي سناك وفرن فيصل, بيعمل معجنات وبيعمل ساندويشات. واقفين من الطريق فانا ببنكي. معروف بشغله اللي اسمها شو كان اسمها؟ تشيكن فيصل اللي هي جبنه ودجاج, وتاني شغله اللي هي رحنا بدنا ناكلها سبانيغ مع خلطه, بتجي هيك فيها حرب تجي مع دب. خلينا نفوت وندوق. دازينة هو صحن كان مش صحن؟ دازينة في نص صحن, في سنة صحن. ايه نص دازينة. بين ألف. بين ألف. يلا ودي. فهيدا هو الصحن, فيه سبانخ والخلطة, وفيه خضرة, فيه لبنة. سو بتاخدوا السبانخ بتحطوها باللبنة وبتاكلوا. خلينا نقول. واحد سبيسيال. طيبة؟ فيها حبسوة. حمستينا. شفتها؟ طيبة مع لبنة. بتعرفي ليه؟ بتكسر الحر. لحالها كثير حرة. أول مرة باكل هيك شيء بحياتي. كثير طيبة لأنه غير إنه كيف مثل ما قلت كمان, بس كمان فيها شوي حار, وبس حطوها مع لبنة بارد اللبنة بصير في كونتراست مخيف, بصير يكسر الحر وتعمل طيبة خفيفة خفيفة كمان. احنا بركي مش البيرفكت أشخاص لنعمل فود فلوج, لأن لازم نكون عم ندوق قصص أكثر. بس عن جد إنه انا رجع انا هالبرجر يا اوجي بطع انت. انا كمان يعني اذا تقتلت لي ليه في بقلع بكره الصبح على الات. يعني انا جبت ماي جاي جابيت سو انا بديت, يعني بدي احطي, يعني بدي افوت بعد جاي. لوين رايحين؟ لك الدوشة حلوة. فوز هلا رايحين على برج حمود. ويلكم تو برج حمود. يلا 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 ايه
للسفر لكل شيء للبحر. ود ليك شو مهضومه من جوا بتعقد كثير مبسوطه. بدنا نقول لهم انه جاي شامبيون بال خسره يعني اكبر راس. وصلنا على محل جديد اسمه بسترما بيدو. اكيد في ناس الانجل عاطي بس اكيد في ناس منكم بتعرفوا. بس انا مثلا ولا مره كنت اكل عنده، هالمرة باكل عنده. كنت عاده بروح عند مانو. فهلا وصلنا عند بسترما بيدو، خلينا نفوت ندوق. أنا عشا عن الجاي، عشا بسبب الأبايتي. هاي بسترما، هي بسترما very generous by the way. فيها بندورة، فيها كبسة. عنده بيجو أنت بالأول عطيك، حطيني صور. يلا جاي. المرة أنت مثل ما بعرف. يلا. عم توقع تنهار. اوكي. هيدا ضبيناها لان شبعنا، فهيدي حملاكل. يلا لا تدوق، انا بعد ما دقت. جدا شو؟ ايوه. كريم كثير. It's very chewy. Guys، بدنا نقول لكم شيء، انه كثير كبير الساندويتش. هيدا النص يعني كثير كبير عن جد. حقها 100,000. واللي طيب فيها انه بس حاطين لها كبيس وبندوره، ما فيها خبصه. بالصيف بحب اكل هيك ساندويتشات مش سخنه، هيك بحسها هيك بتبورد. مش انه بتبورد يعني، بس انه ما بتشوف. مش ايس. طيب كل شيء انه الكبيس له طعمه، انه هيك ولا طعمه. انا بهمني كيف الكبيس. من شوارع برج حمود، بحب لكم ثانكس فور واتشينج. هذا كان الفلوج لليوم. جاي شو بتحب تقولي لاول مره ظهورك على يوتيوب؟ كثير كثير كان حلو نهايتي، انبسطت واكلنا منيح، فزرنا يعني. فزرنا. بليز بفرجيكم الكرشه. بيان بيان حال رجع من الجيم. تعرفت على قصص جديدة ما كنت بعرفها، ما كنت بعرف انه في سبانخ يعني حتى باللبنة ومع خضرة ناكلها. هيدا لا. والشوارع اللي قطعنا فيهم لذيذة، وان شاء الله تكونوا حبيتوا كل شيء. جاي كنت عم تقول روحوا كله هونيك. اذا جربتوا المحلات اكتبوا لي بالكومنتس، واذا اوريدي بتعرفوا المحلات اكتبوا لنا بالكومنتس هيك نتشارك اراء. سبسكرايب ولايك ذا فيديو فور مور فود فلوجز. I'll see you later. Bye guys. Everyone bye. Ciao.